يقول إن العلماء يقولون إن أفضل السواك ما كان من جذر الأراك، ثم ما كان من غصنه، ثم ما كان من أي عود لا يتفتت. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أن استخدام العرب عادة وأكثر ما يستخدمون به العود به السواك أنهم يستخدمونه من عود الأراك، وهم يرون أن الأجود منه ما كان من جذره، فإنه أقوى في التنظيف وأجود للثة. ثم غصنه، كما أن العرب كانوا يستخدمون غيره من الأعواد التي لا تتفتت، وأما الأعواد التي تتفتت فإنها تضر اللثة. إذن سبب تقديمهم لهذه الأمور ثلاثة قاعدتان: المنفعة للأسنان والتنظيف وعدم الضرر، والقاعدة الثانية هو فعل العرب واستعمالهم، لأن العرف الخاص في ذلك الزمان يقوم مقامه، هذا هو المشهور، وعندهم أن الإصبع والقماش لا يقوم مقامهما. والرواية الثانية وهو الأظهر دليلا أن الإصبع والقماش والفرشاة يحصل بها معنى السنة، لا مطلق السنة، وإنما معنى السنة لكن درجة أقل من السواك، وهي اختيار بعض فقهائنا وهو متجه.